مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. نوثق في برنامجنا قصص انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ونحاول قدر الإمكان التغلب على صعوبات ظروف الحرب والوصول إلى القضايا التي تستحق التضامن والتوثيق. وفي الوقت ذاته نحاول أن ننقل خبرات القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان فيما يتعلق بأدوات الرصد والتوثيق والتعامل مع القضايا الحقوقية. نعمل على مدار الساعة على استقبال الرسائل والرد عليها. نستقبل رسائلكم على إيميل البرنامج الظاهر أسفل الشاشة، وكذا عبر صفحتنا على الفيسبوك. قضيتنا هذه الليلة من تعز، حيث تتضاعف أوجاع المدنيين باستمرار، وشهية الفقد فيها لا تعرف شيئا عن القناعة. نتابع هذه المادة التي أعدها الزميل ودي عطا وصورتها الزميلة أنيسة العلواني. لا أحد يعرف حجم ألم فقد الحبيب أكثر من أم شهيد أو والده أو زوجته وأطفاله. حرقة الألم تصبح مضاعفة مع اللامبالاة بأحوال ذوي الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون. وهل في الكون أصدق حبا للوطن من بطل بادر ببذل نفسه ليعيش غيره ويترك وراءه زوجة أرملة وطفلا يتيما وأما ثكلا وأبا موجوع، ثم لا يجد هؤلاء من يرعاهم ولا من يراعيهم. فقد وحرمان، وزادت ظروف الحرب والحصار في تعز وغيرها من طين الألم بالله. وضع نفسي ومعيشي متدهور، وحدهم ذو الشهداء يدفعون ثمن التساهل أو ما يمكن اعتباره تجاهلا لظروفهم، وينعكس ذلك على استقرارهم الحياتي. يعني أم شهيد، يعني ما أجزم أقول، ما أستحي يعني يقول أني ممكن أبيع الحاجات الشخصية تبعي. كل احنا نعاني، الشعب كله يعاني، وحالتنا وصلت يعني ما نشكيها الا لارحم الراحمين، وهو اللي مطلع علينا وعلى بيوتنا وكيف احنا عايشين. بعنا اثاثة بيتنا، بعنا انا من نفسي بعت الفرم حقي، بعت هذا منشان اغلق على عيالي مصاريف ولا علاقات لهم مرضى. ما كفلوناش باي شيء، لا مرض لا مستشفيات، نروح هنا ما حد يقبلنا، نروح هنا ما فيش. تعز واحدة من المحافظات التي عانت من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على مفاصل ادارتها، وتعرضت مخصصات الشهداء للتوقيف بعد السطو على اموال الرعاية. أسر شهدانا وقرحانا أيضا يعانوا من شحة الإمكانات وقسوة المعيشة في ظل الظرف القائم، خاصة وأن أسر شهداء ثورة 11 فبراير كان قد صدر قرار جمهوري في بداية 2012 بتخصيص راتب جندي لكل أسرة شهيد وجريح معاق، وظل هذا القرار طيلة سنة ونصف يتروق المؤسسات المالية. وعزز الأخ رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لرعاية الشهداء والجرحى برئاسة الأستاذة سارة اليافعي، وكان الصندوق قد قام بعمله على أكمل وجه، ولكن الميليشيا الحوثية استطاعت في صنعاء، يعني استطاعت أن تستولي على كل شيء. كنا نقعد يعني نخرج نشتغل، الحمد لله كانت المؤسسة مفتوحة كل حاجة، الآن ما فيش يعني محاصر، ما تدخلش تعز أي حاجة، وعلى مرأة ومسمع يعني الدول كلها، مش يعني من كلام احنا ولا شيء، يعني هذا كله يعني على مرأة ومسمع الجميع. لم يراعي الانقلابيون في أيتام الشهداء إلا ولا ذمة،
فازدادت رقعة الفقر والعوز، وصار ستار التعفف شفافا حتى انكشف من ورائه حال بعض من كانوا مستترين به. كشف حالنا، أجبنا نطلب من أيدي الناس، نقول دولنا نأكل المشرع. ألا ساكن بالشماسي أحلى وعندنا بنعنا بالله الموقفين. غيروا حياتنا، أضبونا حاصرين عنا معذر. ورغم هذا الكرب واستمرار غمة الحرمان، إلا أن الكبرياء والصمود صفة ارتبطت بتيار الثورة والتغيير. ولكن إحنا الآن بسبب الحرب إحنا نقدر الظروف، ولكن ندعي للجهات المسؤولة وكمان الرئيس الجمهورية وكل من له شأن يعني يلفتوا لنا ولو يعني بنظرة حتى رحمة. يعني نحن شهداء ثورة 11 فبراير وشهداء المقاومة يعني في خندق واحد يعني وفي مكان واحد، يعني شهداء المقاومة هم امتداد وأوفياء، هم اللي كانوا الأوفياء لشهداء 11 فبراير الذين أدوا العهد بالوفاة شهداء 11 فبراير بالمغضى على طريقهم. لا نستطيع أن نفرق بين شهيد المسيرة السلمية أو بين شهيد المقاومة في خنادق في المتارس والخنادق للقتال لمواجهة هذه الميليشيات المسلحة العميلة الانقلابية. ورغم أنف الألم يتبادل ذوي الشهداء التهنئة بمناسبة ذكرى فبراير المجيد، وهم على يقين أن ما يمرون به ليس إلا تمحيصا وابتلاء. إنما هي سنة الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، لتتبين الصفوف، ليمحص الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، ليعرف الخائن وليعرف من يبيع الوطن من المخلص الذي يريد أن يبنيه. وأظن أن هذا قد اتضح تماما. ثورة 11 فبراير لن تقهض وأنها مستمرة وستستمر حتى تحقيق كامل أهدافه، مهما حاول المحاولون والمرجفون والمستغلون والانتهازيون أن يقهضوا هذه الثورة، إلا أنها تأتي أكلها كل يوم. بكل كبرياء يؤكدون رضاهم بما بذلوه وقدموه لأجل الوطن، مدركين أن ما يجري محاولة مكشوفة لإجهاض ثورة فبراير. ما احناش ندمانين على أي شيء، بس احنا لما نشوف يعني المعونات يقولوا أنه تدخل ويقولوا أنه كذا، ما يوصلش عندنا أي شيء. يعني ناس لا موظفين ولا معنا أي شيء، احنا لا راجعين على الله ثم على المسؤولين الذي هم يعني مسؤولين عن الدولة وعن عبد ربه، يعني يلفت لشهداء 2011 إبراهيم. الآن وعدن تهيأ لتكون العاصمة المؤقتة للوطن، وقد بدأت جلسات مجلس الوزراء تنتظم فيها، وبدأت بعض المؤسسات الحكومية تستأنف عملها منها، فإن أسر وذوي الشهداء يأملون في أن يسارع المعنيون وفي مقدمتهم الرئيس إلى التخفيف من معاناة ذوي الشهداء بنقل عمل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى عدن واستئناف أعماله منها. لأن الآن لا نعرف مصير الصندوق، ماذا حصل؟ يعني هل بإمكان الأستاذة سارة اليافعي أن نتوجه برسالة للأستاذة سارة اليافعي عبر قناة بلقيس بأن تنقل عمل الصندوق من صنعاء إلى عدن، يعني مثلها مثل أي مؤسسة أخرى من المؤسسات والوزارات التي نقلت إلى عدن الآن، كون الحكومة الآن تشتغل في العاصمة المؤقتة عدن. يأمل ذو الجرحى وأسر الشهداء ألا يخذلهم الرئيس هادي، وألا تتجاهل حكومة بحاح مطالبهم ومعاناتهم، وأن تجد مطالبهم أذنا مصغية وضميرا منتبها من المعنيين، وبالأخص المسؤولون عن ملف الجرحى والشهداء. يتعين على الدولة أن تولي هذا الملف الإنساني الاهتمام والرعاية الواجبة أخلاقيا ووطنيا، حتى لا يشعر ابن الشهيد أو أي من ذويه أنه وحده. لكل إنسان حد أدنى من الحقوق كرمه الله بها واتفقت عليها الإنسانية وضمنتها في العهود والمواثيق الدولية، كما حفظتها من قبل الشرائع السماوية ووصايا الحكماء والصالحين. نتابع هذه المادة التي تتضمن بعضا من مبادئ حقوق الإنسان، ثم نعود للنقاش مع المحامي علي هزازي.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سواسية علي هزازي. مرحبا أستاذ علي. حياك الله. سلامك أخي. شاهدنا قبل قليل فيلما حكى جانبا من وجع أمهات فقدن أولادهن الذين قتلوا وهم يعبرون عن آرائهم بطرق سلمية في الثورة السلمية الشبابية عام 2011. برأيك هل يمكن لأي مشرع قانوني إعفاء مجرم من العقاب أو من المحاكمة كما حدث فيما سمي بقانون الحصانة؟ أولا يا أخي، الأحداث التي تعرض هي جزء يسير مما يحدث في ثورة 2011، والضحايا الذين سقطوا هي ما زالت قضية حية في وجدان كل يمني أو كل عربي أو كل إنسان في هذه الجزء. عندما نتحدث عن الحصانة نتحدث عن لا قانون، لا نتحدث عن قانون أبدا، لأن الحصانة تعتبر انتهاك لحصانة القانون نفسه وهي الضمانات الفعلية للتمتع بالحقوق والحريات. من هنا يمكن أن نؤسس لهذا القانون على أنه يعتبر انتهاك للمبادئ التشريعية سواء السماوية بمختلف الديانات بما فيها الشريعة الإسلامية، والتي لا تقر أي حصانة لمن يرتكب أي جريمة، وتعتبر أيضا إهدار حق التقاضي في الشريعة الإسلامية وهو من الحقوق الأصيلة التي أثبتها الإسلام. أيضا تتنافى مع مبدأ العدالة في الإسلام وهو مبدأ أساسي للناس كلهم على اختلاف دياناتهم أقرهم. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليس هو حسب، لكن القانون الدولي أيضا يؤكد على هذا في كثير المبادئ، بل في جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء ما يسمى بحقوق النظام يدخل من ضمنها محاكمة عادلة وحظر التحريم وإلى غيره من عشر حقوق. نعم. تتنافى أيضا هذه مع مبادئ ما يسمى بالعدالة الانتقالية. نحن نعيش مرحلة فاصلة انتقالية، هذا قانون يتنافى أيضا مع مبادئ لأنه جر الضرر وتعويض الضحايا ومنعهم أيضا المحاسبة القانونية والعقاب الدولي. الاعتراف بداية بالجرم هو احد يعني اساليب او مبادئ العدالة الانتقالية. ايضا انت هنا تشير الى نقطة جوهرية، ما دام انهم يستبقوا الاحداث يضعوا قانون الحصانة عبارة انه اعتراف صريح، ولا اقول اعتراف ضمني، اعتراف صريح بوجود جرائم ارتكبت، وهذا ايضا انا اعتبره مساند لنا كقانونيين وحقوقيين، وليس بالعكس أن المشكلة كقانوني أو مشكلة أي قانوني ليست مع قانون الحصانة أبدا. قانون الحصانة قانون عاري وقانون ساقط من الناحية القانونية ومن الناحية الإنسانية من كل الناحية التي ذكرناها سابقا. نعم، حتى الأمم المتحدة ورعايتها للمبادرة الخليجية رفضت الاعتراف بما يخص قانون الحصانة أو هذه الجزئية بالذات، رفضوا أن يتعاملوا معها. هناك محكمة ابتدائية يمنية. في هذه النقطة دعني أقول لك شيء. مجلس الأمن لم يعترف بتاتا بقانون الحصانة على غير ما يشار. أنا شخصيا عندما قابلت جمال بن عمر وناقشت هذه القضية كان بحضور المستشار الحولي المشهور، تعرض للإجابة على هذا السؤال. أيضا هو يعتبر كان المبادرة الخليجية التي قدمت في بند السابق فيها ونص على أسئلة الحصانة يعتبر قانون محلي زي انسان خارج اليمن يعني، ولذلك نرى عدم سفر الرئيس إلى خارج الرئيس السابق علي عبد الله إلى خارج اليمن يؤكد هذا المعطى الذي أشرنا إليه. أيضا مجلس الأمن فيما بعد أصدر عدد من القرارات، آخرها قرار 2001 وستراحة في الحصانة تماما، بما يعني أن مسألة الحصانة انتهت من الناحية القانونية. نعم، هناك محكمة ابتدائية بما أن المسألة تم حصرها في القانون المحلي اليمني، هناك محكمة ابتدائية قدمت طلبا للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون. هل لديكم تفاصيل حول هذه القضية وما حدث فيها، أين وصلت؟
بلا شك هو القاضي الذي كان ينظر قضية جمعة بكرامة حاول أنه يعيد هذه القضية أو يعمل إحالة لها الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا لم تقبل الإحالة وأعادت القضية وبالتالي تهربت، لأنه المسألة واضحة لا تستطيع إذا نظرت في هذه القضية وبدأت المحكمة الدستورية لن يكون أمامها أي فائق سوى الحكم ببطلان قانون الحصانة ما يسمى بقانون الحصانة. نعم. وبالتالي أعادت القضية وتهربت أيضا وأعادتها للنظر واستكمال قضية جمعة الكرام. إذا ما تجاوزنا مسألة دستورية القانون من عدمها، هل تسقط دماء هؤلاء الأبرياء وحق ورثتهم في القصاص والتعويض؟ لا أبدا لا تسقط، لأنه أولا فيما يسمى في القواعد القانونية مبدأ تدرج القواعد القانونية، الدستور هو يعتبر أعلى الحرم القواعد القانونية ما يسمى بسمو الدساتير، أيضا ما يسمى بسمو قواعد القانون الدولي، هذه حفظت لهؤلاء وغيرهم أو أي شخص يمكن أن يرتكب بحقه جرم وخاصة ما عرض من قضايا وانتهاكات تدخل، لا يمكن أن تسقط حقوق هؤلاء أبدا تحت أي قانون. حتى أنا سأعقب على مسألة القانون، إنه أشار في القانون الذي صدر عن في 2012 رقم 1 بما يخص الحصانة نص على الدستور الجمهورية اليمنية ونص أيضا على قانون الإجراءات الجزائية، ولو تنظر إلى قانون إلى دستور الجمهورية اليمنية في المادة 46 والمادة 51 وتعود تنظر إلى قانون الإجراءات الجزائية من المادة الثالثة إلى نهاية هذا القانون ستجد كلها تثبت حق هؤلاء الضحايا وأسرهم في محاكمة عادلة وفي أن ينال المجرم عقابه. أنا لا أجرم أحد هنا لكنني احتفظ بحق هؤلاء هناك جرائم حدثت كلمته. هناك جرائم حدثت لا يمكن نكرانها، لكن وأيضا قتل مشهودين لا يمكن أيضا تجاوزهم، إنما من وجهة نظرك القانونية وما تقتضيه المهنية لا تستطيع أن تحدد أحد. عموما تحدثتم عن ديباجة القانون والتي تستند إلى دستور الجمهورية اليمنية وبقية الديباجة المعروفة، وطبعا هذا هو الاستهلاك غير القانوني من بقية المواطنين حتى يروا في الأمر تلك الهالة أن الأمر مستند على يعني على الدستور وعلى أمور أخرى، لكن كما تفضلتم لا شيء يدعم هذا القانون. بالعودة إلى الضحايا، هل لديك تصور أو لخلق صيغة قانونية إن أمكن تنطوي على تعويض أسر الضحايا بما يتناسب مع حجم يعني الخسارة التي تعرضوا لها؟ بلا شك إذا وجد إحنا الآن كل همنا أنه يوجد محكمة عادلة، يوجد قضاء عادل، تعود ما يسمى بالدولة، إذا وجدت الدولة ستحل هذه القضايا تلقائيا، يعني في ظل وجود الدولة. في ظل غياب الدولة ما هو مشاهد اليوم من الصعب أنك تحرك مثل هذه القضايا، لكن سأقول أولا أنه حق هؤلاء محفوظ. إذا كان جريمة في الجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم ولو مضت عليها كم من السنوات، السوق الجمهوري لأن هي قوانين الحب كلها تنص على عدم، ما بالك بأنه قاتل وتشويه وانتهاك لمتظاهرين سلميا خرجوا يعبروا عن آرائهم وخرجوا طالبوا بحياة كريمة، وبالتالي جزاهم الموت أو تلك الصور البشعة التي عرضت. ما أتصورهم في تعويض هؤلاء، أولا أنا سأرسل القضية مسألة التعويض عندنا في القضاء الأمني أو في القضاء العربي بشكل عام لا بدائية وبسيطة جدا. الثقافة الضحية الموجودة حول التعويض هي ثقافة متواضعة جدا، الدول الأوروبية أو دول أخرى قد وصلت إلى تقدير كرامة الإنسان. نحن مسألة التعويض هذا مسألة كما إليك أكل أو تنزيل المدينة الذين ارتكبوا جرائم بحق الناس بحق المتطوعين أو بغيرهم من أسباب الحقوق التي تحرك ومع ذلك
كنا نعيش في الألم. لا شك أن أكبر تعويض هو أن يرى أولا يتنالهم جزاءهم وإجراءات قانونية تضمن لهم محاكمة عادلة. أكبر من هذا من يكون هذا التعويض ما يسمى بقانون العدالة الانتقالية يكفل لهؤلاء الأشخاص والأسرتهم أو جرائهم أن يكون هناك تعويض عادل، أن يجزى الضرر وجزء الضرر من أن يكون هناك تعويض عادل أيضا الاستماع إلى الضحى ذكراهم. هذه أمور معروفة ومعرفة إليها في ما يسمى بالعدالة الانتقالية، وهي أيضا مرحلة نصل إليها أو نحن نعيش فيها ساكا. نعم. إذا ما تحدثنا عن مسألة التوثيق من أجل حفظ هذه القضايا ويعني توثيق تفاصيلها بحيث لا تغيب وتندثر بعد فترات زمنية مثل التي رأينا الآن، مسألة التوثيق وهي مسألة مهمة، ما هو الإجراء القانوني الذي يفترض أن يقوم به ذوي الضحايا لتوثيق قضاياهم من وجهة نظرك؟ ما هي النصيحة؟ دعنا نستغل تواجدكم لتقديم استشارة قانونية لذوي الضحايا سواء ضحايا اليوم أو ضحايا السنوات الماضية منذ بدء ثورة الشباب السلمية ب 2011. بلا شك أن التوثيق هو يمثل ذاكرة جماعية. التوثيق مسألة مهمة جدا إذا أردنا فعلا أن نحرك مثل هذه القضايا وأن نطلق العدالة وأن نحاول أن نؤسس لمجتمع دولة القانون. عندما أتحدث عن قضية التوثيق أنا أتحدث عنها من أكثر من محور. المحور الأول محور منظمة المجتمع المدني، والمحور الثاني اللي هو محور المواطن العادي أو الذي حكم بحقه هذا الانتهاء. منظمات المجتمع المدني نحن في اليمن مسألة التوثيق هذه مسألة من المسائل الجديدة ولا يشتغل عليها إلا عدد قليل من المنظمات، ومع ذلك عاني هذه المنظمات من إشكالات متعددة. أولا عدم وجود شواهد مؤهلة على آلية الرصد والتوثيق التقنية الحالية. إذا ما تجاوزت منظمة المجتمع المدني وأحلت كوادر، أيضا الظروف التي عاشها البلد جعلت هذه الكوادر تهجر هذه المنظمات لمسألة إغلاق المنظمات أو ما شاهدنا في الفترة السابقة من انتهاكات بحق المنظمات، وهناك كثير من المنظمات التي عانت وما زالت تعاني من هذه الإشكالية. أيضا القضية الثانية هي قضية كيف نوفق أو قضية التوثيق. يمكن أن نقول للناس كلهم يجب أن نهي هذه القضية، لأنه بدون إجراء صحيحة وخطوات سليمة يتخذها الإنسان في حفظ حقوق المنتهكين أو من أصيبوا في جراء الانتهاكات ستضيع حقوقهم، وسنصبح أمام عدم وجود أدلة أو عدم وجود قرائن أو وثائق قانونية من قام بالانتهاك. ومن هنا يجب علينا أولا مسألة الحصول على شهادة وفاة من المستشفى. إحنا للأسف الشديد ما زلنا نتعامل ببدائية حتى مع ضحايانا حقيقة. غياب الوحي القانوني في التعامل مع مثل هذه القضايا أو قضايا التوثيق يجعلنا لا نفكر أنه أخذ هذه الجثة أو هذه الضحية إلى المستشفى وأخرج لها شهادة وفاة أو التقرير يصف ما تعرضت له هذه الحالة. هذه نقطة جوهرية أيضا. يدركنا الوقت أستاذ علي، لو حاولتم الإجمال بشكل أسرع من ذلك. أيضا التوثيق لدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة، التوثيق لدى منظمات المجتمع الدولي التي تهتم بهذا الشأن، خاصة التوجه إلى منظمة اليونسكو أو المنظمات العاملة مع اليونسكو فيما يخص قضايا النساء، فيما يخص القضايا الكل، التوجه إلى منظمات المجتمع المدني. نعم. وهناك كثير من المنظمات العاملة في هذا المجال، وبدوركم أنتم إنه تنشروا عدد من هذه المنظمات. شكراً. حتى يستأنس الناس بها. شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي رئيس منظمة سواسية علي هزازي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
وقبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو على قناة البرنامج على التليجرام. العناوين تظهر تباعا أسفل الشاشة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله.